أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا. اليوم قصتنا من الأساطير اليونانية، لذلك من دون مقدمات ولا مؤخرات خلونا نبدأ على طول. كان يا بتنجان في جبال الأوليمب شلة آلهة أو حكام صيع لا يفعلوا شيء سوى اللعب بالناي ومشاهدة الهنتاي، وكان كبيرهم هو زيوس. زيوس هذا داشر سرسري نسوانجي، بسم الله ما شاء الله كل الصفات الحلوة فيه، وكان يحب يبصبص على البنات وهن في الحمامات. المهم فالمرة شاف بنت مزة جمدة فحت، ولكن المشكلة ان ابوها كان حابسها في برج وقافل عليه المفتاح وقال لها طبعا احنا مجتمع متحفظ وكده ما عندناش حريم تخرج من البيت، وهي بالتأكيد قالت لها انت مجتمع ذكوري ومن هذه الحبشتكنات، وراحت تستحمى. فشافها زيوس، وطبعا زيوس هذا مثل سانجي من ون بيس، شافها على طول ونزف انفه وتخرفن. وبالمناسبه كان اسم البنت هي داناي. كيف يتسلل زيوس الى هذا القصر والى هذا البرج؟ تخيلوا معي كيف تسلل. حول نفسه الى ماء الدش وطبق حرفيا اللي شافه في الهنتاي. وبالتاكيد بعد فتره البنت صارت حامل، فلما دري ابوها حطها هي والعيل اللي تو انولد في صندوق خشبي هكذا ورماهم في البحر. بسم الله ما شاء الله على الحنان. يا على الحنان ده كله، على قلب الأم ده، قلب الأم ده يا على. زيوس لما صحي من النوم واكل الكورن فليكس بتاعه وشاف عاجل على قناة العربية ان البنت داناي هي وابنها اترموا في البحر، فراح مكلم بوسايدن اللي هو حاكم البحر، لكن الشبكة كانت ضعيفة فاضطر انه يروح لبنفسه على السيكل، وطلب من بوسايدن انه يوصل التابوت الى جزيرة معينة هكذا في امان، وطلب منه كمان انه يخرج الكراكن الوحش من السجن مالته بكل هدوء و بساطة هكذا. الكراكن يروح يدمر مدينة أراغوس اللي هي مدينة الملك اللي رمى بنته في المي. فالكراكن اللطيف الجميل هذا بعد ما خرج من السجن وسوى هكذا بارتي، وعلى طول نفذ أمر زيوس ودمر المدينة ودمر الملك المخيس هذا. كما قال زيوس لهذا الملك، حد يرمي النعمة يا كافر، وهذا ما كان. في الفصل الثاني الأم داناي وابنها اللي صار اسمه بيرسوس، يعني حنسميه احنا أبو البراسيس هكذا، عايشوا في الجزيرة بسلام وهناء وضياء وصفاء لغاية ما كبر الولد وبقى شحت ما شاء الله. وهو نائم هكذا على الشاطئ فتح وجد نفسه في جزيرة أخرى تماما، أو في مملكة أخرى اسمها مملكة جوبا. أترنوا أنه لما كان نايم في حاكمة أخرى كانت تغير من هذا الابن، من ابن زيوس، لذلك قررت تنتقم منه فرمته في جزيرة أخرى. بعدها بيرسيوس اتعرف على راجل كده كبارة شيخ هكذا كان يشتغل في المسرح، يعني كاتب وهكذا، فقال له أنت الآن في مدينة جوبا وهكذا وهكذا. لما دير زيوس بعمل الثيتس المنايلة في 60 نيلة قرر انه يساعد ابنه هذا المسكين، فارسل له 3 اسلحة، خوذة ودرع وسيف. الخوذة اذا لبسها يختفي، والسيف طبعا قوي وهكذا افضل معدن وافضل شيء، ودرع يعني معروف شي يسوي الدرع. فهذا الشاب الجميل ابو البراسيس توجه للمدينة وشاف اول ما دخل هكذا شاف رجال جميل وسيم امير جالسين يحرقون فيه. بسم الله ما شاء الله. سأل شنو السالفة يا رجال؟ قال له ان الاميرة اندروميدا كانت من المفترض ان تتزوج من امير اسمه كاليبوس. كاليبوس هذا زيوس ما رضي عنه وحوله الى كائن بشع، فالاميره لما شافت انه هذا الكائن كائن بشع هكذا فقالت له انت قبيح وما نبيك واطلع من هنا يا كاليبس. هذا القى لعنه على المدينه كلها، اي شخص ناوي يخطب الاميره اندروميدا، الاميره اندروميدا تعطيه لغز، واذا ما عرف حل اللغز راح يولعون فيه بغاز بالمعنى الحرفي يعني. فبيرسيس قال لازم نشوف الأميرة عن قرب في قصرها، فلبس الخوذة الذهبية مالته وراح دخل القصر. طبعا هو أول ما شافها وشاف جمالها وهكذا صار خروف ووقع في حبها. فجأة يأتي طائر ومعه قفص، والأميرة تطلع روحها وتدخل في القفص وتذهب مع هذا الطائر. لما شاف أبو البراسيس أن الطائر رايح ناحية الشرق عرف أنه رايح لمنطقة كاليبس.
لكن السالفة هنا انه كيف راح يتبع هذا الطائر. فاخبره هذا الرجال العجوز اللي كان في البداية ان القمر لما يسطع على البحيرة يظهر كائن اسمه بيجاسوس. بيجاسوس هو اخر الخيول المجنحة يأتي في هذه البحيرة حتى يشرب. فتمكن ابو البراسيس من ترويض بيجاسوس وصار حصانه الامين. الى هنا عزيزي المشاهد انت معايا ولا نمت؟ اشرب لك كوباية قهوة وخلينا نكمل القصة الجميلة دي. خلينا اجيب انا قهوة كمان. بعد ان تمكن ابو البراسيس من ترويض الحصان الجميل بيجاسوس راح على طول على المستنقعات حتى يشوف شنو السالفة. فشاف خير اللهم اجعله خير طائر هو والقفص اللي شايل الاميرة نزل في منطقة المستنقعات وهذه المنطقة يحكمها كاليبس. فكاليبس طلع انه يجيب الاميرة هكذا ويحكي لها كل مرة على لغز جديد حتى هي لما ترجع وتخبر الامير المتقدم لخطبتها اللغز هذا. بالتأكيد عزيز المشاهد ما حد راح يعرف جواب هذا اللغز الا كاليبس، لذلك كلهم راح يتولعوا فيهم بجاز. ولكن لان بيراسوس كان موجود فسمع الحوار اللي دار بين الاثنين هكذا فعرف شنو اللغز وشنو حله. وفي اليوم الثاني ذهب الى القصر وتقدم للاميرة. فالاميرة قالت له بلاش لان شكلك حتتحرق في النهاية. فقال لها لا انا رجال شجاع. فقالت له اللغز والذي هو الاتي: ثلاث دوائر اتحدت في شيء ثمين في انسجام بديع، اثنان كالقمر تماما وواحدة مجوفة كالتاج، اثنان من البحر وواحدة من الارض، ماذا يكون؟ صراحة أنا أول ما قرأت هذا الشيء طبعا ما عرفت شنو السالفة، يعني خصوصا أنه أنا ذكائي ما شاء الله تبارك الله. فخلينا نشوف ذكائكم أنتم، هل عرفتم شنو هذا الشيء؟ إذا عرفتوا اكتبوا لي بالتعليقات. بما أنه أنا ما أعرف وأنتم جوز تعرفون جوز ما تعرفون، ولكن بيرسوس كان يعرف لأنه سمع الحوار كله. فقال يا عزيزتي اندروميدا الجواب هو خاتم، وبالتحديد خاتم كاليبوس. الثلاث دوائر اتحدت في شيء ثمين اللي هو الخاتم هكذا متكون من هذا الشكل، اثنان كالقمر تماما اللي كالقمر هما لؤلؤتين يزينون الخاتم، اثنان من البحر وواحدة من الأرض. اثنان من البحر اللؤلؤتين من البحر وواحد من الأرض اللي هو الذهب من الأرض، فيعني منطقي it's make sense. فاندروميدا فرحت وانكسرت اللعنة بسم الله ما شاء الله، والاثنين حيتجوزوا في نهاية القصة. لكن القصة لسه ما راح تنتهي بالتأكيد. كاليبوس بعد ما درى بالسالفة راح كلم ثيتس اللي هي الحاكمة اللي هي أمه، وراح يتوسل بها ويتبكبك لها زي العيال الصغيرة لغاية ما أرسلت لعنتها على المدينة. خلال 30 يوم فقط سوف تتدمر المدينة تماما على رؤوس اللي خلفوهم إن لم يسلموا الأميرة اندروميدا. أبو البراسيس إيش راح يسوي؟ ماذا سيفعل؟ هذا ما ستعرفونه في الحلقة المقبلة، لأن الحلقة المقبلة جامدة فشخ، الكثير من الغموض والأكشن والمغامرات تنتظرنا في الحلقة المقبلة. لذلك أعزائي المشاهدين لا تنسى الاشتراك، تفعيل زر الجرس وانتظرنا، ولايك إذا عجبتك القصة. انتظرنا في الفيديو القادم وتصبح على خير.